جنان غرناطة حلت بين أحضان المدينة العتيقة فاتنة بمسجد قرطبة وقصور الزهراء والحمراء. نسيم الأندلس تراقص على أوتار العود. أندلس كانت المقر نتاع الفن والمنبت نتاعو والمنشأ نتاعو نتاع المالوف ونتاع التراث نتاع الموشحات ونتاع الموسيقى التونسية العتيقة. كان المنشأ نتاعها من الأندلس، ولكن ما نجموش ننكروا كونه من لحن هذه الموشحات ومن لحن هذه القطع والدرر التاريخية التراثية هم عرب وهم معناها من جنسيات مختلفة، توانسة وغيرهم. تمارا حواء الأندلس عاشقة سعد العربي المسلم، حبها كسر قيود الأعراف والتقاليد ولهت به هياما في أبهى تجلياته. أليس من الأفضل انطلاق وصول عائلات أخرى بمشكل قافلة قد تنجينا بلاوة الطريق؟ وهل ترى بلاوة الطريق أخطر من بلاوة الإسبان؟ الرواية متاعي تمارا كما شاءت هي مراوحة بين الحقيقة التاريخية على نسبتها والخيال الروائي، كما ثم علاقة حقيقية بين فرديناند الثاني وإيزابيلا، جعلت من الخيال علاقة شعبية بين تمارا الإسبانية المسيحية وسعد العربي المسلم. رواية تمارا جمعت حنين فناني عروس قرطاج تونس بخليلها الأندلسي، حب لم يتوج بزواج لكنه ظل في القلوب يسقيها الشوق والاشتياق. المبدعين يعني من موسيقيين وكتاب وشعراء وإعلاميين وصحفيين أنهم يجتمعوا في هذا الفضاء الرحب للثقافة في هذه المدينة العتيقة الجميلة، حتى نقول من أهل الجميع أن تونس هي بلد التسامح، بلد الخير، بلد الثقافة التي تبقى دائما تقدم لنا دروسا. كون التونسي هو تونسي حالم، تونسي يبحث دائما في مصلحة هذا البلد الجميل. مثل هذه الروايات تلهم الذاكرة بتاريخ تهجير المسلمين من الأندلس في النصف الثاني من القرن السادس عشر، أيام احتدام المعارك بين العثمانيين والإسبان في حوض المتوسط. لكن تمارا بعشقها آنذاك لم ترضخ للتعصب والتمييز، فما أحوج أبناء الشعب الواحد اليوم إلى تمارا أخرى. بأوتار العود وشجن الصوت وسحر القلم بعثت تمارا العاشقة. صحيح أنها أندلسية الجذور، لكنها رمز الانفتاح وتلاقح الحضارات. أميرة ذوادي، قناة المتوسط، من المدرسة السليمانية، تونس.